بسم الاب والابن والروح القدس، اله الواحد امين. المجد للاب والابن والروح القدس، الان وكل اوان والى دهر دور كلها امين. شعب الكنيسه الاحباء، كل سنه وحضراتكم طيبين. بمناسبه نهضه امنا كلنا العذراء الطاهره القديسه مريم والده الاله، سلسله النهضه السنه دي بعنوان كونوا. فالنهارده هنتكلم عن موضوع كونوا رجالا، و التعبير كونوا رجالا ذكر في رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى لأهل كورنثوس الإصحاح 16 العدد 13، لما بولس الرسول وهو بيختم الرسالة قال لهم: اسهروا، اثبتوا في الإيمان، كونوا رجالا تقووا. اسهروا، اثبتوا في الإيمان، كونوا رجالا تقووا. الحقيقة الرجولة اللي هي موضوعنا النهاردة هي تنقسم لثلاث أنواع. أول نوع هو الرجولة الجسدية. لما يجي أقول كده على حد ده راجل، فمن جهة الجسد تعني أنه عنده عضلات، بيحتمل في المواقف الصعبة، بيواجه الأخطار والمواقف اللي ممكن تكون فيها الخوف الإنساني عالي، بيواجهها بدون خوف. والرجولة الجسدية الحقيقة ممكن تبقى شيء وراثي، يعني ممكن يكون الأب جسمه مليان عضلات فالابن طلع جسمه ممتلئ عضلات، وممكن تبقى شيء مكتسب إن الأب ما كانش يقدر يحتمل المواقف الصعبة، لكن الابن تدرب إنه يواجه المخاطر بدون خوف. ولكن الرجولة الجسدية أول نوع من أنواع الرجولة تتراجع مع السن. اللي كان شجاع في شبابه ربما يبقى يهاب الأمور في شيخوخته، وده أول نوع من أنواع الرجولة، الرجولة الجسدية. تاني نوع من أنواع الرجولة هي الرجولة الأخلاقية. إنسان إحنا نقول كده ده شهم، راجل جدع. والرجولة الأخلاقية بتكتسب بالتربية والتعليم من خلال القدوة. يعني لما أنا ألاقي شخص مثال حلو للرجولة، الشخص ده لازم يبقى حواليه ناس تربوا وتعلموا منه كيف تكون الرجولة. والرجولة في المعنى ده، الرجولة الأخلاقية، هي الجدية، إن أنا أنجد الآخرين في محنهم، أآزر الآخرين، أقف معاهم واسندهم في ضيقتهم، أحمي الضعيف. أحيانا كتير نلاقي في المجتمع شخص ضعيف وكل الناس مستقوية عليه، فيجي واحد ربما لا يتمتع بالرجولة الجسدية ولكنه يتمتع بالرجولة الأخلاقية، فيبتدي يدافع عن الضعيف ويجيب حقه. من ضمن الحاجات المميزة جدا للرجولة الأخلاقية هي شجاعة الاعتذار، إن أنا أبقى عندي القدرة إني أعتذر لما أكون غلطان، دي رجولة. في ناس ما تقدرش تعتذر، فشيء نتعلمه حلو ان احنا نقول انا اسف انا غلطت فعلا، دي رجولة مش ضعف. من ضمن الرجولة الأخلاقية الثبات في المحن، ان الانسان يكون في ضيقة والانسان ثابت قوي. حسب تعبير المجتمع يقولوا الراجل ده جمل. ليه؟ الجمل بطبيعته بيتحمل المشقات، يسافر فترات بعيدة وبدون عطش، بدون شرب ولا أكل، وهو بيتحمل الصعاب. فالثبات في المحن هو من سمات الرجولة الأخلاقية. يبقى أول نوع الرجولة الجسدية، تاني نوع الرجولة الأخلاقية، تالت نوع
هي الرجولة اللي بنتكلم عنها النهاردة، واللي قصدها بولس الرسول في رسالته الأولى لأهل كورنثوس الإصحاح 16 العدد 13، هي الرجولة الروحية، أن الإنسان يبقى عنده رجولة روحية. طب إيه هي الرجولة الروحية؟ الحقيقة الرجولة الروحية دي هبة ونعمة من ربنا يسوع، بيهبها لكل شخص يقدم أمانة في حياته، سواء في جهاده ضد الخطية أو في جهاده الإيجابي الروحي من صلوات وأصوام ومواظبة على كل وصاية النعمة. فالرجولة الروحية من ضمن سماتها ضبط النفس، اللي الإنسان يبقى عنده انضباط لنفسه، يعرف يتكلم امتى ويعرف يسكت امتى، يعرف ازاي ما يردش على الشر بشر، ولكن يتعلم ازاي يرد على الشر بالخير، لاني علاج الشر اني واجهه مع الخير اللي هو اساسا مصدر الله. من ضمن الرجولة الروحية قمع الجسد، يجي الصيام علينا فالناس تقول أنا هفوت أسبوع أو اتنين، ليه؟ مش قادر أقمع جسدي، حاسس إن الأكل فيه ربطة ما بيني وما بينه أنا مش قادر أفكها. فمن ضمن الرجولة الروحية هو قمع الجسد، إن أنا أقمع جسدي، إن أنا أعلم جسدي إزاي يخضع ويقول حاضر أنا هتنازل عن ده، ومش هقرب من ده، ومش هتلامس مع الشيء الفلاني. قمع الجسد. من ضمن علامات الرجولة الروحية الجهاد ضد الخطية، ودي من العلامات الكبرى في الرجولة الروحية، إن أنا أفضل أجاهد ضد خطاياي ولذاتي بشكل فيه مثابرة وفي نفس طويل، أفضل بجاهد رغم سقوطي إلا أني بجاهد، رغم أني أحيانا عدو الخير يقول لي إزاي أنت تقف قدام ربنا بخطاياك دي، وأنا أقول له أنا ابنه، اذهب عني يا إبليس، اذهب عني يا من قال عنك ربنا يسوع إنك كذاب وأبو الكذاب. فإذا كنت أنت بتقول لي أنت خاطي، فأنا بقول لك أنا خاطي، ولكن أنا ابن لله. وده يخليني بما إني ابن أجاهد ضد الخطية أكتر. من ضمن علامات الرجولة الروحية أيضا ممارسة التوبة من غير ما يكون في بعض التحفظات. يعني أنا بمارس التوبة في كل موقف وفي كل فرصة، بحاول إن أنا أقدم توبة عميقة، بستغل إهانات الآخر عشان أتعلم الاحتمال، واستغل تجاهل الآخرين عشان أتعلم الاتضاع، واستغل كل موقف في حياتي عشان أمارس الفضيلة، أستغل وجود الفقير جنبي عشان أتعلم العطاء، واستغل وجود الشر في العالم عشان أتعلم الطهارة والعفة. أنا بستغل كل ما هو حولي لكي أحيا في التوبة، ودي سمة من سمات الرجولة الروحية. تحرر من الخوف. الكتاب المقدس يقول المحبة تطرح الخوف خارجا. فالإنسان اللي عنده رجولة، ده حتى على مستوى الأخلاق قلنا إن الرجولة الروحية الأخلاقية تخلي الإنسان يواجه المخاطر بدون خوف، أو الرجولة الجسدية. فالإنسان اللي عنده رجولة روحية يتحرر من الخوف، وده شفناه في حياة القديسين إزاي يطلعوا البراري ويعيشوا في الصحاري وما يخافوش من الحيوانات المفترسة والحيوانات المميتة، تحرروا من خوف الموت.
من ضمن الرجولة الروحية الشهادة للحق. أنا في حق لازم أعلنه، حتى لو الحق ده هيؤدي بحياتي، زي القديس يوحنا المعمدان. من ضمن الرجولة الروحية إن أنا أكون صلب أمام الإغراء والوعيد. والحقيقة العالم بيقدم لنا إغراءات متنوعة، وكل ما أكتسب الرجولة الروحية، كل ما أقاوم كل إغراء وأقاوم كل وعيد، كل ما بيهددني به العالم. خلي بالك لو ما بقتش عنيف مش هتاخد حقك، أقول له لا. الكتاب المقدس قال الودعاء يرثون الأرض، طوبى ليهم. أنا بالرجولة الروحية أقدر أقاوم كل إغراء كل وعيد. شفنا ماري جرجس حبيبنا قد إيه قاوم الإغراء، مش لأنه راجل جسديا، على الرغم من أنه راجل جسديا، ولكنه لأنه راجل روحيا استطاع أن يقاوم إغراء الامرأة اللي دخلوها إليه في السجن. من ضمن الرجولة الروحية الصمود أمام التجارب والشدائد وحمل الصليب واحتمال الألام من أجل الإيمان والاستقامة وعدم التذبذب. إن الإنسان يكون صامد أمام تجربة، في تجربة جاية علي وتعباني ومخلياني طول الوقت متأزم، طب أعمل إيه؟ لازم أقاوم التجربة من خلال التمسك بالصلاة، التمسك بكلمة الله. الرجولة الروحية عشان أكتسبها مهم قوي إن أنا يكون ليا التصاق بالله، وروح الله سيضع فيا الهبة التي في المسيح ربنا يسوع، إنه كان راجل روحيا، هو اللي تقدم إلى الصليب ولم يهرب منه، وقال أنا أضع نفسي لا يأخذها أحد من يدي، لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها أيضا. ربنا يسوع هو المثال الأول في الرجولة الروحية. طيب الرجولة الروحية إزاي تجيلي؟ من خلال روح الله القدوس الحار فيه، من خلال انتظامي في صلواتي وإنجيلي، انتظامي في طلاقية مع ربنا يسوع المسيح في القداس وتناولي من جسده. الحقيقة المصادر في الكنيسة اللي الكنيسة بتقدمها لنا ربما هي هي الصلاة والإنجيل والتناول والاعتراف وباقي الأسرار، ولكن ثمار هذه الأسرار والحياة مع الله هي ثمار متنوعة. يعني الإنسان لما ينتظم في حياته مع الله يلاقي بقى عنده رجولة روحية، وبقى عنده اتضاع، وعنده محبة، وعنده حب وشغف للصلاة، وعنده محبة كبيرة للصوم. ربما كل إنسان بيتميز في فضيلة معينة، ودي اللي شفناها في حياة القديسين، ولكن بنلاقي ان مفيش غياب لبقية الثمار او الفضائل الروحية. من ضمن سمات ايضا الرجولة الروحية هو القناعة وعدم الشكوى والتذمر. كتير قوي نقابل ناس تقعد تشتكينا وتشتكي لينا. الحقيقة ده مش من سمات الرجولة الروحية. الرجولة الروحية تقتدي ان انا اشتكي لله وحده، اقول يا رب انا زعلان من موقف الفلان، انا زعلان من فلان الفلان، اصمت ما اتكلمش انا مع الناس، لالا لما اتكلم مع الناس اعثرهم، هم مش واخدين بالهم من اخطاء هذا الشخص. لكن لما اتكلم مع ربنا
انا بحل الاساءه اللي جوايا، وبحل الخطيه اللي في حياه اخويا. ف من ضمن الحاجات الجميله قوي واللي ربما بتكثر جدا في طبيعتنا الانسانيه هي الشكوى والتذمر. كمان من الرجولة الروحية إن الإنسان يكون متحرر من محبة المال، وعنده تسامح وغفران، وبيتنازل عن الانتقام. مش حابب المال، المال مش رقم واحد في حياته، لأنه مدرك تماما إن المال الاتكال عليه وهم. قديس بولس الرسول يقول لنا غير ملقين همكم على عدم يقينية الغنى. الغنى غير يقيني، شيء مش حقيقي، مجرد شيء موجود وممكن بكرة ما يبقاش موجود. أي شيء بيتغير هو مش حقيقي، لكن أي شيء ثابت هو حقيقي. عشان كده الحياة الأبدية هي حياة حقيقية. بكل المعاني اللي قلناها عن الرجولة الروحية دي، نفهم إن الرجولة الروحية دي مش للرجالة بس ولا للشباب بس، دي كمان للنساء والفتيات وللكبار والصغار، للشيوخ والأطفال. ولقينا أطفال عندهم رجولة روحية. شهيد أبانوب عنده رجولة روحية، شهيد كرياكوس عنده رجولة روحية، شهيد والناس عنده رجولة روحية رغم صغر السن. وكل إنسان راجل روحيا هو يستطيع أن يتحمل المشقات، يستطيع أن يثبت في التجارب، ومهما كانت التجارب صعبة هو يستطيع أن يثبت فيها. من ضمن النماذج الحلوة اللي شفناها في الكتاب المقدس عن الرجولة الروحية، طبعا على رأس كل نماذج ربنا يسوع المسيح، انه احتمل الصليب وهو اللي أطاع حتى الموت. ولما بطرس الرسول قال له حشاك يا رب انك تصلب، قال له ابعد عني يا شيطان، انت معثرة لي. ربنا يسوع عنده رجولة روحية، فجاي لكي يموت من أجل حياة الكل. كمان من ضمن الأمثلة، بما أننا في صوم الست العذراء، هي أمنا العذراء. أمنا العذراء عندها رجولة روحية رغم أنها حامل، إلا أنها راحت تخدم أمنا إليصابات. رغم كل الشك اللي شافته في عينين يوسف النجار، إلا إنها فضلت صامتة ما تتكلمش. كان عندها رجولة روحية. التلاميذ كان عندهم رجولة روحية. مرة من المرات اتسجنوا لأنهم كانوا بيبشروا في الهيكل وبيتكلموا باسم ربنا يسوع. فبعد ما اتسجنوا جم الشيوخ اليهود ضربوهم وخرجوهم. فالمفروض يعملوا ايه بقى؟ يروحوا يسكتوا شوية؟ لا، طلعوا الهيكل تاني يتكلموا. ايه اللي بيعملوه ابائنا الرسل؟ عندهم رجولة روحية، مش خايفين. بولس الرسول قال عن نفسه ليست نفسي سمينة عندي، انا مش خايف على نفسي. وبطرس يرجع المدينة تاني روما ويقول لهم اسلبوني، بس مش زي معلمي، اسلبوني منكس الرأس. رجولة روحية. ست رفقة عندها رجولة روحية رغم انها امرأة، من كتر الرجولة الروحية اللي عندها استطاعت انها تشوف اولادها رغم عاطفة الامومة القوية جدا، انهم يستشهدوا قدامها واحد ورا التاني خوفا منها، لألا لو هي استشهدت الأول ممكن الوالي يخدع حد منهم وما ينالش أكل الشهادة. ورجولة روحية.
نشوف قديس يوسف الرامي ونيقوديموس وسمعان القيرواني في قصة صلب ربنا يسوع المسيح قد إيه كان عندهم رجولة روحية، قد إيه يوسف مخافش على مركزه، ونيقوديموس كمعلم لليهود مش خايف لا يخرج خارج المجمع من قبل اليهود والكتبة، راح عشان خاطر ياخد جسد ربنا يسوع اللي اتقابل معاه كذا مرة واتكلم معاه وجها لوجه. هو لأنه فيه إيمان قوي استطاع أنه ينال بهذا الإيمان رجولة روحية. قديس سمعان القيرواني إيه اللي يخليه يتحمل ألم لشخص غريب هو لا يعرفه إلا الرجولة الروحية؟ من ضمن الأمثلة أيضا المريمات، مشهد الصلب كان مشهد صعب جدا، لكن المريمات نلاقيهم واقفين عند صليب ربنا يسوع المسيح، نلاقيهم يروحوا عند القبر الصبح بدري عشان يحطوا الحنوط. يا مفيش راجل عمل هذا الفعل، ولكن نجد بعض النسوة هم اللي يقوموا بهذا الفعل رجولة روحية. يوسف الصديق رغم ان هو كان معرض للموت لو لم يخضع لامرأة سيده فوتيفار الا انه رفض الخطية وقال كيف افعل هذا الشر العظيم واخطئ الى الله وهرب منها. ليه يا يوسف عملت كده؟ أصلي تدربت أن أكون رجلا على مستوى الروح. قديس أثناسيوس الرسولي، قديس أثناسيوس العالم كله ضده، مرة دخلوا عليه الكنيسة الأريسيين وكانوا سهرانين في الكنيسة الشعب عشان يقتلوه، ومرضاش يهرب إلا لما ضغط عليه الإكليروس اللي حواليه الكهنة والشمامسة عشان يطلع بره الكنيسة، وفضل مش ساكت عمال يكتب في رسائل وعمال يثبت المؤمنين. ولما قالوا له العالم كله ضدك قال لهم وأنا كمان ضد العالم. ليه؟ ليه يعمل كده القديس أثناسيوس إن لم يكن رجلا على مستوى الروح؟ آخر مثال هم ثلاث فتية القديسين، شباب في سن اعدادي، فتيه يقول لهم اسجدوا للتمثال، لا مش هنسجد ده تمرد. سن التمرد ظهر التمرد فيه، ولكن في شيء ايجابي انهم تمردوا على عباده الاصنام لكي يعبدوا الله الحي الى الابد. دانيال النبي، دانيال النبي أصر أنه يصلي ثلاث مرات في اليوم رغم القانون اللي طلع في البلد وقال محدش يطلب من الملك تلبة من أي إله تلبة غير من الملك في الفترة اللي حددوها، إلا أنه رجل على مستوى الروح لم ينسني. طب يحصل إيه لما تغيب الرجولة الروحية؟ لما تغيب الرجولة الروحية يصير الإنسان ضعيف، لا يقدر يقاوم الناس اللي بيضغطوا عليه في إن هو يفعل الشر، ولا يقدر يقاوم الخطية، لا يقدر يقاوم الفكر ولا النظرة ولا السمع ولا القول ولا الفعل، ما يقدرش يقاوم حاجة، ويسود الكسل على حياته. يبقى مفيش أي نوع من أنواع الحماسة، وتسود الرخاوة. ودايما الكتاب يقول لنا الرخاوة لا تمسك صيدا. إن كان الإنسان في الرجولة الروحية بيبقى عايز
يقتني الفضيلة. في غياب الرجولة الروحية مفيش اقتناء للفضيلة. في غياب الرجولة الروحية الإنسان يخضع لشهوته ويتممها. في غياب الرجولة الروحية الإنسان يحيا بالرياء لأنه مش قادر يواجه الآخرين بما فيه من ضعف. وفي غياب الرجولة الروحية الإنسان يبتدي يبقى عنده تدين شكلي، يبقى شكليا ظاهر أنه بيصلي، يقومون في زوايا الشوارع ليظهروا للناس أنهم يصلون. الكتب والفريسيين ربنا قال عنهم كده. ليه؟ في تدين شكلي نتيجة عدم الرجولة الروحية. الرجولة الروحية بتصنع رجلا في الداخل، فتصير صورة هذا الرجل الداخلي ظاهرة في خارجه. ويبتدي الإنسان يراوغ ويكذب ويحيا بوجهين، يبرر ويتهرب في مواقف أخرى، ينافق ويخاف ويتردد، يبتدي يميل لمحبة المال ويميل للتنعم والطرف والزينة، يبتدي تدخل خطايا صعبة زي الأنانية ربما، الخيانة، وربما الإنسان بسبب عدم الرجولة الروحية ينكر الإيمان بالتمام، يصير غير مؤمن. وزي ما ربنا يسوع قال لهم: أيها الجيل غير المؤمن والملتوي، إلى متى أحتملكم؟ إلى متى أكون معكم؟ وأمثلة لعدم الرجولة الروحية نشوفها في الكتاب المقدس: أبونا آدم وأمنا حواء من قلة الرجولة الروحية ما قدروش يعترفوا إن هم عملوا الخطية بنفسهم، كل واحد ابتدى يرمي على التاني. ده نتاج طبيعي لغياب الرجولة الروحية. قايين كابر، فين أخوك يا قايين؟ قال له: أنا حارس أنا لأخي، أنا مالي. الرجولة الروحية تعني المسؤولية أمام الآخر مش التهرب. امرأة لوط استهترت. لو كان عندها رجولة روحية ما كانش يبقى في استهتار، ففقدت الحياة كلها. عيسو كان مستبيح، ما كانش فيه رجولة. يعقوب يقول له، يبقى راجع من الست تعبان، فيقول له: ما تديني من هذا الأحمر شوية عدس. فيقول له: أديهولك بكام؟ قال له: اللي أنت عايزه يعني. قال له: اديني بكريتك. قال له: خدها، هعمل بيها ايه؟ عدم تقييم قيمة الأشياء من سمات عدم الرجولة الروحية، ففقد البكورية والبركة. يهوذا الإسخريوطي بسبب عدم الرجولة الروحية ومحبة المال، طمع في ثمن زهيد جدا وباع ربنا يسوع المسيح. بيلاطس البنطي رغم انه كان والي ورغم انه له سلطان وله عرش وله جاه وله خدم، الا انه كان لا يملك الرجولة الروحية، فخاف من اصوات الجمهور لما قالوا له: من يخالف قيصر يكون مستوجب الحكم. عشان كده كونوا رجالا، دي دعوة لينا كلنا، كل واحد فينا مدعو أن يكون راجل على مستوى الروح، مهما كان لوني، مهما كان جنسي، مهما كان سني، مهما كان طريقة حياتي، مهما كان عملي، أنا مدعو أني أكون راجل روحية. ودي وصية
أساسية في حياتنا المسيحية. والوصية زي ما احنا متعودين في الكنيسة هي فيها نفسها نعمة عشان الإنسان يبلغها، رغم ان في بعض الأحيان نلاقي ان حد يقف عاجز أمام الحياة بالوصية نتيجة التصاقه بالخطية، وكأن الإنسان ده بيخلي الحياة الروحية دي حلم صعب إن الإنسان يوصله. لكن الحقيقة كل وصية ربنا يسوع عاشها عطاها لنا إمكانية نستطيع أن نحيا بيها، وتعليم قد أرساه لكي نحيا نحن على مثاله. وفي ناس تانية تتحكم فيها الخوف، صغر النفس، أنا شايف نفسي قليل، ما أقدرش أنا على البلوغ في قامة روحية زي كده. لكن كل إنسان فينا أحبائي بالفعل مدعو إنه يدوق عظمة وجود إلهه في داخله وفي حياته وفي حياة المحيطين به. ولما الإنسان يخاف ويحس بصغر نفسه يبتدي يشوف إن هو إمكانياته ضعيفة إن هو يقوم بكل التزامات الحياة المسيحية. وفي ناس تانية بتحاصرها هموم وأتعاب العالم ومشاغله، ويلاقي نفسه فاقد الهمة للجهاد الروحي والحرب الروحية. ربما الناس دي بتبقى أعذارها حقيقية، ولكن رغم إنها حقيقية إلا أنها أعذار غير مقبولة، لأن كل إنسان على الأرض ليه عذره وليه تعبه وليه ضعفه. لكن على الرغم من كده لقينا ناس قد تميزوا في الحياة الروحية لأنهم كانوا عندهم رغبة وإصرار في أن يقتنوا الرجولة الروحية. عشان كده لما عمل ربنا جوه قلوبنا بيلتقي مع إرادتنا اللي بتطيع عمله، ممكن أصعب خاطي يتحول إلى أعظم قديس، لأن النعمة بتصنع مننا كل واحد فينا رجل في الروح ربنا يعطينا إن إحنا نكون رجال روحيا على مثال ربنا يسوع المسيح الذي به وله مع الله الآب التسبيح والسلطان مع الروح القدس إلى دهر الداهرين. آمين.